توقعني يا مختار الكلب. من امتى الكلام ده؟ من النهارده هو كلمني وقال لي مش جاي من النهارده، هو مضى هناك من اسبوع. طب اعمل ايه بقى؟ اكلم الشؤون القانونيه ولا ايه؟ القناه التانيه هتدفع الشرط الجزائي. ده مرتب كل حاجه بقى. طب وانت ازاي ما تعرفش الكلام ده يا هشام؟ هعرف منين يا ريس؟ الموضوع متكتم عليه. يا ابن اللذينة. طب وانت ما تعرفش هيدوله كام بقى في السنه؟ 1,100,000 في السنه. يا نهار اسود، الناس دي بتخرب السوق، الله يخرب بيوتهم. انت عارف مختار ده مضيته بكام ايام ما كان جالي محدش يعرفه؟ وفي السنه 150,000. طب كويس انك عارف وكان طاير من الفرح لعلمك. ايوه بس ما تنساش انه بقى اسمه برضه دلوقتي يا استاذ، وبعدين شوف هو بيدخل اعلانات القناه بكام. هي دي بقى المشكله. طيب انا هعرض له كام حلقه موعده كده لغايه ما نشوف هنعمل ايه. اوكي بس ما تقولش للوكاله دلوقتي، لانه كده كده هيطلع بالبرنامج هناك كمان شهر. وانت ايش عرفك يا هشام؟ يأمنه يا ريس. انت مش بتقول ان الموضوع كده كده متكتم عليه؟ ايوه يعني علاقه الشغل، مش انا برضه البروديوسر عنده هناك في البرنامج. وقال لك ايه تاني بقى يا هشام؟ مفيش، هيطلع كمان شهر وهيدفع الشرط الجزائي بس. طيب انا هبقى اشوف كده هنعمل ايه في الموضوع ده. اوكي يا ريس، لو احتجتني قولي، انا عندي برضه كام بديل ولاد بلد كده حلوين. لا لا لا، انا هجيب حد مشهور على طول، مش هجيب حد يقعد يذلنا بقى ونعمله نجم وفي الاخر يروح يعيش علينا. بس هتدفع كتير كده يا ريس. مش مشكله. اوكي. السلام عليكم عم الشيخ. احنا هنتريق؟ ايدي يعني؟ انا مش فاهمك. اتفرج على افلام مش عاجبك، امسك سبحه واذكر ربنا مش عاجبك، عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ ايوه ما هو اللي بيسبح وبيذكر ربنا ما بيقعدش يتفرج على الافلام القرف بتاعتك، ويقعد يشرب حشيش بتاعك ده والقرف اللي انت فيه. ايه القرف ده؟ وبعدين تمسك لي سبحه؟ يا عم روح. وهو انا بعمل كده دلوقتي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ممكن تسيبيني في حالي ومالكيش دعوه بيا خالص؟ صحيح على رايك، انا مالي؟ ما تعمل اللي تعمله، ياكش تولع. انت رايحه فين؟ نعم؟ رايحه فين؟ انا رايحه لاصحابي. انت خارج؟ ايوه. انا هروح الجامع هحضر درس وخلص وارجع البيت على طول. سبحانك يا رب، قادر على كل شيء. احنا هنتريق تاني؟ لا والله ابدا. ربنا ان شاء الله يهديك يا سيف. السلام عليكم. ويهديك يا هديل. وعليكم السلام ورحمه الله. هاي. هاي. مساء الخير استاذه هبه. مساء الفل، ازيك؟ انا جعفر مدرب الاتيكيت والرقص. طبعا مدام ريتا ادتني فكره عن الموضوع، بس كنت محتاجه اعرف هو مين اللي عاوز يتدرب؟ ماما. ماما؟ دارسه ايه ماما؟ ماما لا مش دارسه، يعني تقدر تقول تالتة ابتدائي. صغيره؟ ماما ربت منزل. ربت منزل؟ يعني زي برنسس. هي برنسس ما بتشتغلش. متستته. تمام تمام. وماما محتاجه تتعلم ايه بقى بالظبط؟ ماما محتاجه تتعلم كل حاجه، طريقه الاكل، طريقه الشرب، المشيه، كل حاجة ليها دعوة بالإتيكيت. بس أهم حاجة بليز يا جعفر، عايزك تعلمها كل أنواع الرقص. كل أنواع الرقص؟ وماما بترقص إيه بالظبط؟ فالس، تانجو، هيب هوب، روك أند رول. بس أهم حاجة عايزك تعلمها الهيب هوب. هي بتعرف ترقص أساسا؟ آه طبعا. ترقص إيه؟ بلدي. بلدي قوي. هي ماما في جسم سعادتك كده؟ يعني ممكن أتخن كيلو اتنين مش أكتر. طيب طبعا في الاتيكيت في اكل. هي بتعرف تعمل ايه بالظبط؟ اكلات؟ باميه، محشي، كوارع. مسقعه، كل انواع المسقعه، طاجن، عكاوي. ماما لسه عايشه؟ عايشه طبعا، وصحتها زي الفل، احسن مني ومنك. تمام تمام.
في حد تاني عاوز يتعلم رقص؟ لا خالص، بس عايزك بابا. لا بابا يعلمني ويعلمك الاتيكيت. اوه هايل. بس بص يا جعفر، عايزك تيجي بعد ما يروح بابا الشغل وتروح قبل ما يجي. حاجة؟ لا خالص، بس يعني كده احسن. تمام تمام. بس عادي. لازم يبقى في ما بيني وما بين بابا قعدات كتير. ان شاء الله. ماشي، يلا نايس تو ميت يو، مستنياك بكره. اوكي يلا شور باي. واضح انها هتبقى مهمه سهله جدا. عيله لطيفه قوي، ماما جسمها زي جسم البنت، وباباها ممكن نتعلم منه اتيكيت. بقول لك قدامك سكه سفر، هي فين السكه دي؟ هتتكلم في ايه في حاله النهارده؟ فتحي ممكن تدخلي تليفونات النهارده؟ يا سلام، انت تؤمر يا ريس. حبيبي مش هينفع. ليه ان شاء الله؟ عشان في حاجة اسمها نظام، المكالمات هتدخل لك مرة واحدة بس في الأسبوع. حبيت المكالمات أنت يا ريس. من بعد جوجو حنية قاعدة ومستنية. قليلة الأدب. أنا برضو هو الموضوع كويس. ما طلبتش رأي حضرتك. لا ما هو مفيش حاجة هتتكلم فيها غير بموافقتي. ده عندها. عند مين ان شاء الله؟ امي كان اخدها. ماشي براحتك، بس خليك فاكر مين اللي عملك، وبقى خليهم ينفعوك بقى. هو متخانق ولا ايه؟ في كارثه في القناه. هيمشوني ولا ايه؟ هنقدر يا استاذ. ما دي اكبر كارثه ممكن تحصل لكم. طبعا الشيف مختار ساب البرنامج وبلغهم على الهوا فجأة. تصدق دي قلة أصل؟ حركة وحشة مش كده؟ ليه كده؟ ده كان راجل كويس. قول لي فتحي، جابوا حد مكانه؟ طيب خاف مني بقى عشان ممكن أمشيك. لو النبي، لو النبي يا أستاذة آية، ما تمشينيش. أصل أنا بصرف على ولاية كتير أوي. هفكر، هشوف أدائك في حركة النهاردة. أقرا لك الفنجان؟ سكينة أوي. مش قوي كده، انا جاي قاعد معاكوا شويه وماشي. ليه كده؟ ده احسن. طيب ماشي خلاص، تعالى نسلم على الشيخ عمر. هو فين؟ موجود. تعالى يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا خسيف. ازيك يا شيخ عمر؟ امال فين فرشتك؟ لا فرشة ايه، انا جاي قاعد معاكوا شوية وهمشي على طول. على العموم مفيش مشكلة، احنا عندنا جلسة علم كده وبعد كده نتعشى وامشي يا سيدي. ماشي. نورتنا. ربنا يخليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. عايزين بقى نتعارف كده، كل واحد يقول اسمه والمسجد اللي بيصلي فيه. فوزي رمضان، مسجد عثمان بن عفان، مصر الجديدة. أمين مهدي، مسجد أبو بكر الصديق، مصر الجديدة. سيف، مصر الجديدة. علي الشبراوي، مسجد الرحمن من شبرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن والاه. الجلسة دي يا جماعة بيتباهى بها الله سبحانه وتعالى أمام ملائكته. مفيش أحلى من الكلام عن الله سبحانه وتعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كلنا بندور على السعادة، بنبحث عنها وهي موجودة قدامنا. الكتالوج موجود، حياة النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم. مفيش أسعد من كده حياة، لازم نقتدي بيهم علشان نعيش الحياة السعيدة اللي هم عاشوها. ربنا سبحانه وتعالى قال عليهم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله صدق صدق الله. إحنا لازم نتبعهم ونمشي على خطاهم علشان ربنا يرضى عنا وينولنا السعادة الأبدية، الخلود في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بس الكلام ده مش بسهل، لازم نجتهد جهد وجهاد، صبر وإيمان، إخلاص وعمل. الإسلام بينتشر وإحنا قاعدين، عايزين نعرف الناس بدينهم ونقربهم لله عز وجل. عايزين نشتغل على الناس اللي بعيدة عن ربنا، نقربهم ونفهمهم. اشتغل على قرايبك، أصحابك، معارفك. معلش يا شيخ عمرو، سؤال صغير بعد إذنك. وحدك يعني مش شايف يا سيف، مجالس العلم ما فيهاش نقاش. طب يا عم كنتش أعرف، آسف. ما تعتذرش يا أخ سيف، أنت لسه جديد ومن حقك إن أنت تسأل. اتفضل كمل سؤالك. يعني أنا بقول حكاية إن الواحد يكلم الناس ويدعوهم وبتاع، مش ده خطوة بدري عليها شوية؟ يعني إزاي أكلم الناس عن ربنا وأنا بعيد عنه؟ مفيش مشكلة. عندك مانع إنك تقول إن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ولا رازق غير الله؟ في خلاف على ده؟ لا طبعاً مفيش خلاف، بس برضو أنا شايف إن أنا يعني إن أنا أكلم الناس عن ربنا وأنا بعيد عنه حاجة مش منطقية. الكلام عن ربنا هيخلي ربنا جوه قلبك، كتر الكلام عن الله يحبب ربنا في قلبك. واذكروني أذكركم، ألا بذكر الله تطمئن قلوب. والله يا شيخ عمر أنا قلبي مليان ذنوب وكل عيوب. مين فينا ما فيهوش عيوب؟ مين فينا ما بيعملش أخطاء؟ يعني اللي قدامك ده ملاك، ما أنا بخطأ وبعمل ذنوب، بس باجي في آخر اليوم بستغفر ربنا وبتوب. ربنا غفور رحيم، تواب كريم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كان بيستغفر في اليوم أكتر من 70 مرة، وفي رواية أكتر من 90 مرة. إحنا مش لازم نستغفر، على الأقل كل ما تفتكر. قول لي آخر مرة قعدت تكلم ربنا إمتى؟ اقعد مع نفسك واتكلم مع ربنا، اقفل على نفسك واتكلم معاه، احكي، قول كل اللي انت عايزه، اشكي، اطلب. صدقني هتدهش من ردة فعل ربنا سبحانه وتعالى. والله يا شيخ عمرو ساعات بعمل كده، بس برضه بتجيلي افكار يعني مش كويسه. حتى وانا قاعد معاكم في المسجد دلوقتي بتجيلي افكار مش كويسه. علشان انت مش مواظب على الصلاه. لو جبت حتة لحمة وسخنت مية وحطيتها 3 دقايق وشلتها، وبعد 2 3 ساعات حطيتها في المية تاني 3 دقايق وشلتها، وبعد 2 3 يوم سخنت مية وجبت نفس الحتة وحطيتها 2 3 ساعات وشلتها، تفتكر حتة اللحمة دي هتستوي؟ لا طبعا مش هتستوي وهتبوظ. قلبك انت كده برضو، لازم تعلقه بالمسجد، لازم تيجي كل يوم تسوي قلبك وتنقيه. الخلاصة ان انت لازم تحط نفسك في بيئة صالحة، تاخد منها الصالح وتشيل من نفسك الطالح. مالك يا ست؟ كلمي مين وعاملة كده ليه؟ يما جوزي
ما بيردش، مش فاهمة. طيب هو فين يعني؟ في الجامع. انت غريبة، لا عجيبة بجد، عايزة الراجل يرد عليكي في الجامع ازاي يعني؟ لا ثانية واحدة، أنا مش قادرة أصدق اللي بسمعه. سيف بيصلي في الجامع؟ آه يا سارة، وده بقى اللي مجنني ومش قادرة أفهمه. عادي يعني، يا عيني الواد ما لقاش طريقة من كتر ما أنت قرفاه في عيشته. تلاقي الواد ربنا هداه كده و... بصراحة أنت تعلمي العفة. يا كبدي يا ابني. ما طبعاً الواد زهد في الدنيا منك، قال لك مفيش أي فايدة غير في الآخر. أصلي بقى لربنا. هدولة إيه ده؟ يعني ممكن ينتحر ولا إيه؟ آه عادي جدا طبعاً. هدولة عايزة إيه؟ عايزة إيه؟ مفكرتيش مرة تدلعي جوزك؟ آه يعني إيه؟ لا على فكرة الموضوع مش هزار. آه ما فكرتيش تغيري من طريقتك شوية؟ مالها طريقتي؟ ده أنا فل. لا فل. سيفو ايدي وجعاني ومش عارفه فيها ايه. شوف حبيبي. مالك يا روح؟ مالك يا قلبي يا عيني؟ واوا بص الواوا حياتي انا اموت انا. سلام يا استاذه. يا سلام. بس بصراحه هيفاء متفوقه في الحته دي، عنك بتقولها احلى كتير. بصها لي يا حبيبي عشان تخاف. حياتي انا. يا سلام. بقول لك ايه يا سيفو؟ نعم يا قلبي. انا عايزه اتبسط النهارده. انت مش عايز تتبسط؟ أموت أنا. أتبسط أتبسط طبعا. بس وماله؟ شفتي شفتي الستات؟ مش أنا هي. شفتي الستات الكمل؟ شفتي جمال يا ماما؟ الراجل كده محتاج واحدة تتدلع تتسهوك تتشقلب، هتلاقيه فك في إيدك على طول بقى ملبن. أمال أمال أنتي إيه يا روحي؟ فلكسبل طبعا طبعا. وأنتي يا عم الفلكسبل بقى، انا عايزه افهمك حاجه مهمه. انا دي طريقتي ومش هغيرها. ومصره. عارفه ليه؟ لاني اتربيت على كده ومعرفش اعمل غير كده. انت بقى اتغيرتي ولا خطيبك هو اللي اتغير عشان خاطر حضرتك؟ طبعا هو اتغير عشان خاطرك. عارفه ليه؟ لانك اتربيتي على انك تكوني نمبر 1 وما تعرفيش تبقي نمبر 2. This is it. You have to face it honey. كويسة؟ أنا تمام. وأنا تمام. دودو مين قالك إن جان صح؟ نعم. بعدين جان مخطوبة وأنت متجوزة. يا سلام. يعني إيه؟ يعني ما تكرهيش جوزك في عيشته لو سمحتي. يا بنتي أنا بعمل له إيه علشان أكرهه في عيشته؟ طيب أنا عايزة أقولك حاجة. بصي حياتي، إحنا أصحاب ممكن نستحمل بعض، لكن الراجل مش هيستحمل طريقتك دي. يعني ممكن بجد حقيقي يطفش ليترلي. ليه يا جماعه؟ مالها طريقتي؟ ده انا نسمه نسمه جدا. بلاش اتكلم بقى. ليه يا حبيبتي؟ اتكلمي براحتك مفيش مشاكل. هديل. نعم. لما شتمتيني ونزلتي تاني انت يا هبله، انت اللي شتمتي روحك. بس انا قلت اوكي. بس اني واي انا اسفه. اوكي لما انا ثانيه واحده. اوكي عايزين نتكلم شويه انت. شويه انت معلش احنا مش هندخلنيش. انا بس عايزه اقول لها حاجه مهمه. اتفضلي يا استاذ. لما انا شتمت نفسي. ايوه. وانت رجعتي شتمتيني نفس الشتيمه. لا انا ابتسمت. اوكي ابتسمتي وافقتي على الشتيمه. يا هديل ونزلتي. حتى لو ما كنتيش اعتذرتي انا كنت هسامحك عشان احنا اصحاب. يا عيني. اه والله انا قلبي كبير وبحبك صاحبتي. جوزك لا. جوزك لا مش هيسامحك ابدا عشان انت ست غلطه. انا غلطه؟ لا لا انا غلطت. ما تقصدش ما تقصدش. انا ده انت فله. غلطت ايه؟ لا انا اقصد يا دي النيله. ايوه انت غلطت يا دي. بصي انت صاحبتي بجد وبحبك، عايزه انصحك نصيحه. انت اللي بايدك انك تخلي جوزك ده خاتم في صباعك، وانت اللي بايدك برضو ان انت تطفشيه وتكرهيه في عيشته زي ما بتعملي كده بالظبط يا هزيل. او ممكن اقلعه وارميه خالص. خالص. اه مثلا مثلا. وبعدين عصبتوني وانا بتضايق. اما اتعصب بالليل بتخنق، فمضطر امشي واسيبكم. ده انتوا نيله، انتوا الثلاثه نيله. ليه كده؟ اهو كده. اسكتي خلاص مع السلامه يا ساتر. خدي بالك من نفسك. اخرس يا بنت. على فكره دي مجنونه رسمي مش هتتغير. لا عادي يا جماعه انتوا مستغربين ليه. هديل هديل طول عمرها هتفضل هديل. بصراحه انا لو مكان جوزها هبص جدا بره. طبعا جداً. طبعا ده مش يبص بره، ده يبص بره وبره وبره. بره انت اللي بره. ايه بره اللي بره؟ معرفش هي مين بره اكتر من بره. ركزتني يعني.
اكتر حاجه بره، اكتر بره، بص كوكب تاني اساسا، مش طبيعيه، مجنونه. ما تيجي نكلمها تيجي اتسلى عليها شويه. تتغير. انا خلصت كلامي، حد عايز يسال سؤال؟ يا شيخنا انا ممكن اسال سؤال؟ امين لسه جديد بس قبلك بشويه، قلبه حلو قوي، اتفضل. شيخنا انا خرمان وعايز اشرب سيجاره. في المسجد يا امين؟ لا استغفر الله العظيم، المسجد ايه يا شيخنا؟ ممكن في حمام المسجد. وحبكت في المسجد؟ لا ما حبتش. اتفضل بس بره المسجد. طب ممكن كده يا شيخنا؟ الحمد لله ربنا تاب عليا منها. طب يا شيخنا بتفك علينا كده شويه. بس يا مولانا السجاير دي بتفسد الجسم، وربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا عن الصحة التي أنعم بها علينا. كلامك صحيح، بس المؤمن بيتغير أول ما بيحط رجله على أول الطريق. بقول لك إيه؟ بتشرب سجاير صح؟ أيوه. طب ما تفك علينا كده وتجيب لنا سجارة يا عم. أديله سجارة يا شيخ؟ أديله. والنبي أنت عسل. بس ما تعودش على كده. بره سور المسجد. بره سور المسجد. يا شيخ عمرو أنا كنت عايز أبيت معاك النهارده في المسجد. أنا كنت متأكد إنك هتقول كده. فوزي. أيوة شيخ. جهز فرشة لأخوك سيف. حاضر. هو فوزي ماله يا شيخ عمرو؟ فوزي في مرحلة عساب النفس. سكوته ده ليه معنى. وأنت كمان هتبقى كده قريب. أصل هو ساكت طول القعدة ما بيتكلمش. فوزي كان جعان وعطشان قوي لربنا. بعد اذنك يا شيخ عمرو دقيقة واحدة. اتفضل. ايوه. اي والله عليك، انت فين يا حياتي؟ في المسجد وهعتكف النهارده. يا سلام، وانا بقى المفروض اصدق؟ بس انا هعتكف النهارده في المسجد وهاجي بكره او بعد بكره. الله، هتعتكف يومين؟ بعد بكره يعني يومين؟ ومين الحلوه اللي هتعتكف معايا يا حبيبي؟ بطلي تخلف، انا مش قادر اشتمك وعلي صوتي في المسجد. ليه مش عارف تعلي صوتك؟ خايف تصحيها من النوم ولا حاجه؟ اقفلي هديلي، اقفلي. مش قافله، انت في انهي جامع؟ ليه؟ انا حر، عايز اعرف. ماشي يا سيف، جايالك يا حياتي. احنا هنهرج اهو، ده اللي هيضيعك. نعم مش فاهم يعني. اقسم بالله هو ده اللي هيضيعك. هو ايه يا ابني اللي هيضيعني؟ الموبايل. انت في مسجد وانت مالك؟ ايه وانا مالي؟ انا غلطان اللي بفكرك. بقول لك ايه، لو سمحت خليك في حالك وسيبني في حالي. في ايه يا علي؟ الاخ سيف مش عاجبه اني بنبهه ان ما ينفعش يكون في مسجد وماسك تليفون. يا ابني احنا قاعدين بنعمل حاجه، ما احنا كلنا قاعدين في راحه اهو. يا اخ علي احنا فعلا في راحه، والاخ سيف بيتكلم صح. أرجوك مالكش دعوة بالإخوة وأنا موجود. اتفضل اعتذر للأخ سيف. اعتذر؟ أيوة تعتذر. أنا آسف يا أخ سيف. يا خلاص مفيش حاجة. اتفضل أنت يا أخ سيف. ليه كده يا مولانا؟ هو أنا عايز أضره؟ يا علي الناس دي لسه جايلنا من العالم اللي بره، لسه ما تعودوش علينا، ما ينفعش تعملهم بالحدة دي. بس يا مولانا أنت عارف. يا علي أنا عارف إن قلبك كويس وانك غيور على اسلامك، بس ما ينفعش تنفرهم مننا. عايز تعاملهم عاملهم كانهم اولادك، وانت تعاملهم بالراحه. وما تنساش قول ربنا سبحانه وتعالى في رسوله الكريم عليه الصلاه والسلام: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاهم يا علي؟ النهارده انا نزلت من البيت الصبح، وانا عاده لما بمشي ببص في الارض، يعني زي ما بيقولوا ماشي في حالي. إنما النهاردة أنا قررت أبص في عيون الناس، كل الناس اللي حواليا أشوفهم بيعملوا إيه. والحقيقة يا ريتني ما بصيت. حاجة تقرف، شيء مقزز.
اي واحده ماشيه في الشارع مش بس بيتبص عليها، لا دي بتتمرمط بص. الله يكون في عون بناتنا، ومش عايز حمار يقول عشان لبسهم ملفت. عنين الناس القذرة هي اللي ليها دعوة. عنين الناس مش رحمة لا واحدة بشعر ولا محجبة ولا منقبة. الغريب بقى إن اللبس ملوش دعوة. عنين الناس هي اللي جعانة، بجد جعانة. الراجل يبقى ماشي جنب مراته تلاقيه بيبص على الستات اللي حواليه، ده اسمه ايه؟ عين فارغه. كله بيبص على بعضه، والأسوأ ان الراجل ما يقبلش ابدا ان مراته تبص لراجل معدي. حق مشروع ليه، وممكن يطلقها لو عملت كده. اسفخس على دي رجاله. أمي كانت بتنزل بلبس لو الناس شافته دلوقتي ممكن يغتصبوها في الشارع. وأمي ليه؟ ده لغاية السبعينات الناس كانت طبيعية، كلهم شبه بعض. الستات كان لبسها فوق الركبة وفساتين مجسمة. إنما عنين الناس كانت نظيفة. محدش بيبص كده. لا العينين كانت سكاكين زي دلوقتي. ولا البص. على فكرة الست بتحتقر الراجل اللي بيبص لها كده أو بتشتغله، يعني بتضحك عليه لأن عارفة إنه بريالة. أنتوا من الآخر عالم زبالة. بس السؤال الأهم بقى، هل أمي وأمك كانوا نسوان مش محترمة علشان كان بيلبسوا قصير في مجتمع كان نظيف ومحدش بيبص على التاني، ولا النسوان بتاعت اليومين دول اللي بيلبسوا محتشم يبقوا محترمين عشان المجتمع وسخ مليان انت واللي زيك؟ انا مبسوط ان انت معانا وانك قررت ان انت تقعد. انا خليك يا عم الشيخ، والله انا اللي مبسوط. ثانيه واحده معلش. الو. اي حياتي، انا بره الجامع مستنياك يا روحي. يا ريت بقى تجيلي انت والمعتكفات اللي معاك بالمره. انت مجنونه. طبعا مش هيطلع لي من هنا. معلش يا ام شيخ، بس هطلع بره ومراتي هديها حاجه وهرجع على طول. اتفضل. استاذنك. صدقتي ولا لسه شك؟ بص يا هديل، انا بعمل كده عشان عايز اتغير. انا حاسس ان انا بعدت عن ربنا كتير، ادعي لي اني اتغير. انت كمان لازم تتغيري. بص انا فكرت، لقيت ان الحل الوحيد لحياتنا وبيتنا ان ما تخربش ان احنا نقرب من ربنا. ساعديني وبطلي تشك فيا. انا هاجي بكره. طيب معاك حاجة يعني تغير هدومك وتتحمى عشان تعتكف؟ أنا الحقيقة ما كنتش عامل حساب إن أنا هبات، وبعدين الناس اللي جوه معايا في الجامعة ادوني فرشة أنا عليها. بس فرشة؟ ما عملتش حسابي، ما جبتش هدوم. طب أنا هروح أجيب لك هدوم بسرعة. مفيش داعي، ما تتعبيش نفسك. يعني إيه ما تعبش نفسي؟ هجيب لك هدوم بسرعة. طيب خدي بالك من نفسك. وأنت كمان. محمد رسول الله. زوم اعتكاف بقى وكده. يا رب يا رب يا رب. سبحانك يا رب يا رب.
كريم يا غفور، توسل إليك يا رب، ما تسيبنيش، أتوسل إليك يا رب. صباح النور يا حبيبتي. هو بابا نزل؟ اه. ما تتكلمي بصوت واطي ليه؟ عشان انت بتتكلمي بصوت واطي. ممكن تدخلي الفراخ دي جوه عشان جعفر زمانه جاي؟ يجي يعلمني وانا بحشي الفراخ، ايه المشكلة يعني؟ ماما من فضلك مش عايزة فضايح، لو سمحتي دخليها. لو ابوك عرف مش هيكفيني فيكي كده يايبة. هو هيعرف منين؟ انا اتفقت معاه هيجي كل يوم لمده 10 ايام وبس. الصبح انت قلت لي الراجل ده اسمه ايه؟ جعفر. مفيش ست تنفع بدل الراجل. لا مفيش ست تنفع. وبعدين ايه يا اختي، هو هيعكسك ولا هتتجوزيه؟ ليه ما شبهش؟ ما تشبهي ونص. بونجور مدام. بونجورك سعيد يا اخو. مش قلت اللي جاي يا راجل ده مش شكل جعفر خالص؟ لا هو جعفر، بس انت شويه شويه هتخفي عليه وهتتفاجئي. دي ماما؟ اه هي دي. والله ماما. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، أي خدمة؟ المجلة دي أخبارها إيه؟ يعني إيه أخبارها إيه؟ يعني حد بيشتريها؟ آه ستات بس. كويسة؟ اه طبعا، ده انا بايع منها كتير. بس حضرتك بتسالي ليه؟ لا ابدا، عايز اعرف اشتريها ولا لا. ايوه يا فندم اشتريها وعلى ضمانتي. ايه انت قريتها ولا ايه؟ لا بصراحه اصل هي كلها اجتماع الرجاله. اه على رايك. ايه الوساخه وقله الادب دي؟ يا عم مش عاجبك ما تشتريهاش. وانت ليه يا اخي بتبيع حاجات بتحرض على الفسق والرذيله؟ في زباين لده. ما هو ده دورك انك تمنع الوساخات دي. انا في موزع بيجيب لي المجلات دي. الموزع دوت لو انت خدت منه المجلات وحطيتها في المخزن عندك ورجعتها له بعد كده وقلت له انها ما تتباعش، خلاص هيبطل يطبعها تاني. وانت بقى عايزه يكتب ويخرب بيت الموزع عشان افكارك؟ بص يا اختي يا فاضله، المجله ديت بتساعد على انتشار الرذيله والدعاره، وفي قاعده فقهيه بتقول الضرورات تبيح المحظورات. وانت بقى قريت المجله في الدقيقه اللي وقفتها هنا؟ يا شيخ حرام عليك، هو انتوا كل حاجه عندكم كده؟ كل حاجه عندكم ليها تبرير؟ اقسم بالله لو ما كنتيش مره. ايه لو ما كنتش مره كنت هتعمل ايه؟ ما انت كنت جاي هنا عند بتاع الجرايد عشان المره، ولا ايه رايك؟ اما انك وليا بجحه. انت اللي بجح مع انك جعانه. يا شيخ اتقي الله. اتقي الله انت في لبسك. انت مال اهلك انا لابسه ايه؟ ما تغض بصرك. حاضر انا هغض بصري، بس عشان خاطر ربنا ارمي المجلة دي في الزبالة، احنا مش عايزين رسايل. والله ما حد بيزيق غيرك.